اشرف بن شرقي، استلام ناحيه الشمال اشرف، ناحيه الثانيه بيجري وظاهر واخد مكان احمد سيد زيزو. راحت الكره ناحيه اليمين بالفعل لكن عن طريق المسلوسي، المسلوسي حمزه عاليه جوه منطقه الجزاء والراسيه من الدفاع يبعدها محمد نجيب قبل ما يروح لها اسلام طارق. ابتدى احمد سيد زيزو، محمود علاء استلام من الونش، فتوح مره تانية الى رؤى، محمود علاء يستلم الى رؤى الى محمود علاء، مثلث زملكاوي ومحاوله لايجاد ثغره كده وفتح منفذ للوصول والمرور والتسديد من امام عاشور، لكن تخبط تترد الكوره تاني، فتوح برجله الشمال يمشي ويتقدم واشرف بن شرقي، مفيش اوف سايد، يمشي اشرف، الله في اوف سايد، عمل الديلي، عمل الديلي واستنى حتى نهايه الهجمه المساعد الثاني احمد لطفي، لكن لابد من انتظار تاكيد من الفار. ما هو ده دي الحكمه من تشوف ابراهيم نور الدين حاط ايده على ودنه بيستنى الاشاره وبيستنى اللي هيجي من الفار. خلينا نشوف، لكن هو شكله فعلا متقدم للزمالك الاوفسايد يعني، وشفنا كوره سيف العجوز اللي انقذها ابو جبل. اوباما استلام المره دي ناحيه الشمال، اوباما يلعبها تاني جوه الملعب على حدود منطقه اشرف، يسدد تخبط الكوره وتتحول بالفعل الى ضربه ركنيه حسب اشاره كابتن ابراهيم نور الدين، ركنيه زملكاوي. اسلام عبد النعيم، كيان بدي، سقوط على الارض من ايدي، اتزحلق، اتردت الكوره، وادي انفراد انفراد انفراد، واسلام التايجر يسيطر، اسلام طارق تايجر يتألق بالحارس، اسلام طارق اللي يتألق وينقذها وتبقى ضربه ركنيه. ترجع تاني الكوره بين شرقي على الارض على حدود المنطقه، جول جول جول، عاشور 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 المدفعجي امام عاشور يطلق قذيفه من خارج حدود منطقه الجزاء، مدفعجي جديد تسديداته حديد، يستعيد ذاكرة التسديد اللي تألق بيها الموسم اللي فات وسجل أهداف يمين وشمال وكان لا يرحم، يعود من جديد إمام عاشور يطلق قذائفه، يطلق تسديد في الدقيقة 17. إمام عاشور من خارج حدود منطقة الجزاء بعد كورة تألق فيها الحارس إسلام طارق وأنقذها انفراد أحمد سيد. فتوح بن شرقي، امام عاشور اماميه روعه، وادي انفراد جديد وكوره جول جول، حسبها المره دي المساعد لم يرفع الرايه، واحمد سيد زيزو يضاعف النتيجه بتمريره سحريه سحريه تضع في انفراد صريح، ضاعت من شويه انقذها التايجر اسلام طارق، لكن المره دي زيزو لا يخطئ امام المرمى، ولب لحظه خروج اسلام من مرماه يسكنها في دقيقتين، هدفين في دقيقتين، ادي الكوره ده والله امام برضو برضو امام يعني امام سجل وصنع 2-0. الراس ترجع الى فتوح يسلمها لاشرف بن شرقي، ياخد كيان بدي يمشي يعدي يلعبها الى فتوح ناحيه الشمال، يمشي فتوح يعدل وبرجله الشمال يعيدها للخلف لاوباما على الارض، امام عاشور، رؤى اماميه من رؤى ما تتظبطش ما يلحقهاش عمر، واتقطعت الكره، عمرو السعداوي وشبراوي انطلاقه، محمود علاء بيحاول يضغط لكن شبراوي وسقوط على الارض ومطالبه بخطا، امام عاشور ينزل على الارض ويمد رجله ويبعد الكوره، يقع محمود شبراوي وبيطالب بفاول، لكن ابراهيم نور هو فكر في ال 1-3 لكن عمر السعيد افتكرها 1-2، هو يعني اختلاف حسابات يعني ما مش مشكله. ادي الكوره ومره ثانيه عاليه من ناحيه الشمال تعدي من الكل وتطلع بره الملعب لرمي التماس. فتوح 3-2 في الركنيات، الجونة أول اتنين كانوا في دقيقة واحدة في بداية المباراة لو فاكرين، وهذه الركنية الثالثة، ركنية من الجهة اليسرى تتلعب عالية وعمرو طارق
وتتلعب الكرة، لسه الكرة خطيرة جدا، ضغط 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 من قروش البحر الأحمر، وعرضية جديدة ومرة أخرى عمرو طارق، سقوط على الأرض وضربة جزاء. إبراهيم نور الدين مفتوحة زاوية الرؤية بالنسبة له تماما، وبلا تردد يصفر ويحتسبها ضربة جزاء للجونة بعد سقوط عمرو طارق. في انتظار التأكيد طبعا، وكل لاعبي الزمالك بيتكلموا وبيعترضوا، قال لهم استنوا هنشوف، هو حسبها قراره انها ضربة جزاء. ادي كرة محمود علاء، وادي ابراهيم نور الدين، زاوية الرؤية مفتوحة بالنسبة له تماما. السعداوي في مواجهة جاباسكي، ياخد القرار، يركز عمرو السعداوي، يقف ويلعبها برجله الشمال، جول جول عمرو السعداوي بركلة جزاء، يعيد الجونة مرة أخرى للمباراة بركلة جزاء في الثانية الأخيرة من الشوط الأول، يتسبب فيها المدافع عمرو طارق ويترجم هذه المباراة. إذن الدقيقة 48، أبو جبل تتلقى شباكه أول أهداف الجونة في هذا اللقاء، حاول على الكورة وراح مع الزاوية، لكن مفيش بقى الإزازة أو القارورة السحرية، عمرو السعداوي برجله الشمال توقعها والله أبو جبل وطار عليها، لكن عمرو السعداوي حاطط مع بداية الشوط الثاني. الشوط الأول وبداية المباراة يعني الجونة كان بدأ بشكل رائع جدا، سيطرة واستحواذ وركنيتين في دقيقة ومحاولة حتى لو بالصدفة من سيف العجوز، لكن راحت في اتجاه مرمى أبو جبل وأنقذها، والزمالك كان غائب تماما لغاية يعني دقيقة 9 أو 10 بدأ الزمالك سجل هنا للدقيقة 52. تتلعب للأمام، أوباما، إمام عاشور، طويلة أمامية أطول من المطلوب، ما لحقهاش زيزو، إلى كريم طارق يسلمها لسيف العجوز، إسلام عبد النعيم يغير الاتجاه مرة واثنين ويحتفظ بالكرة ويمشي ويلعبها جميلة إلى راندي، وتاني التسديدة كريم طارق في أول محاولة له وفي أول ظهور له، عامل شغل في الجهة اليسرى ونشاط وحركة دائبة، شعلة نشاط لا تهدأ المرة دي، كمان بيجرب وبيحصل العصبية والنرفزة، لكن عدت على خير. ونعود لاستئناف اللقاء، عالية جوه منطقة الجزاء، راندي 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 وبيحاول يعدي، راندي بيحاول يعدي، لكن المسلوسي يلحق ويرجع ويغطي ويطلع الكرة برا الملعب إلى رمي التماس. لعب بسرعة السعداوي، إسلام عبد النعيم على حدود المنطقة ويلعبها في اتجاه المرمى، فيها فكرة فيها فكرة، لكن أبو جبل بالمرصاد ويمسك كورته على طول ويبدأ هجمته بكرة طويلة في نص الملعب. مدافع صلد جدا وعنده خبرات حقيقة، وبقول لكم بيشكل ثنائية هو ومحمد نجيب كقلبي دفاع للجونة يعني. استلام من أحمد سيد زيزو ناحية اليمين، عدى زيزو، دخل دخل دخل، صاروخ زيزو كاد أن يكسر حاجز الصمت في الشوط الثاني بمهارة فردية روعة، استلام بمرور بمراوغة باختراق ورايح واخد في وشه ورايح في اتجاه المرمى ويسدد بالفنقذها. هذه الكرة والمرور من أحمد سيد زيزو هي تاني، 70 دقيقة بالتمام والكمال، ركنية جديدة للزمالك، زيزو ومحمود علاء يصطاد كرة زيزو، لكن الكرة تروح بعيد وإصابة لمحمود علاء وسقوط على الأرض. سلامات إن شاء الله لمحمود علاء. اللعبة يستأنف بضربة مرمى طبعا للجونة، لكن أولا أمامية الونش بصدره، ومرة أخرى إلى كيان بادي في الجهة اليمنى، عرضية عالية ورأسية وتروح بالفعل من خالد قمر، التاني على التوالي في يعني ظاهرة غير طبيعية غير طبيعية. نشوف عبد الشافي في مباراة فيوتشر كان في لقطة أثارت جدل كبير وفار وكان في كلام وطرد، ورجع كابتن محمد الحنفي اداله انذار، ادي انذار اهو في تاني مباراة على التوالي محمد عبد الشافي. الضربة الحرة هيلعبها سعداوي،
راح للكرة من ناحية اليمين وبالقدم العكسية يلعبه خطيرة جدا جوه المنطقة، لكن يطير سيف أو ما طرش الحقيقة ونزل لها على الأرض وفضل استخدام راسه في إبعاد الكرة إلى ضربة ركنية. خلاص 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 اكتمال التسعين، 8-8 في التسديدات والمباراة على صفيح ساخن، عالية جوه المنطقة يبعدها الدفاع الزملكاوي، تعود من جديد عبد النعيم يسيبها تاني السعداوي، لكن ابو جبل يبعدها بقبضة ايده والهجمة المرتدة الزملكاوية جبل واتلعبت عالية وطويلة للامام، سيف الدين الجزيري خدها لنفسه والناحية التانية كان فاضي لكن لعبها الى زيزو ناحية الشمال واوباما متواجد في منطقة الجزاء، اوباما لكن زيزو يا ولد حط عبد الشافي جميلة جدا والكرة العرضية عالية جوه منطقة الجزاء قبل ما يلحقها ويلمسها سيف الدين الجزيري، كان عمرو طارق بيتدخل وراء حازم امام واوباما حط رجله طلع الكره بره الملعب، اتلعبت على طول رمي التماس، كريم طارق طالت منه الكره، ابراهيم نور الدين يطلق صفارته، حكم اللقاء ابراهيم نور الدين يعلن نهايه هذا اللقاء. اسامه نبيه 6 من 6، 3 نقط امام فيوتشر، 3 نقط امام الجول.